بصراحة ظلمتوا العربية دي لما حطيتوها جنب العربية دي، ظلمتوها. يعني الرينو، ايه اللي جاب الرينو جنب البي ام يا جماعة؟ مش كده المعاملة يعني، مش حاسس ان هما بيحتقروا بعض. في الفيديو ده بقى انا هوريكم اسعار العربيات العادية، مش عربيات واو ولا قليل ولا غالي ولا اي حاجة، اللي هو المستوى ايه المتوسط بتاع الكلاس المتوسط في مصر يعني، موجود هنا في المانيا واسعاره عاملة ازاي. دي اسعار برضو العربيات العادية عشان تبقوا انتوا عارفينها، حتة رينو عادية خالص طبيعية جميلة برضو على فكرة، مش وحشة، بس يعني مقارنة بالبي ام مفيش سرعات. فين السرعات يا سعادة القاضي؟ دي عاملة 10390، بص، وماشية 110,000 كيلو، موديل 2014، بي اس 120، على فكرة مش وحشة، بي اس 120 ده حاجة كويسة برضو يعني، يعني تقدر انك تمشي ليلتك، فاهم ازاي؟ عندنا الإبيزا الأرونا. دي بقى دلوقتي هنا في المانيا بعد الضرايب طبعا، يعني خد بالك عليها ضرايب برضو 19%، عشان لو ما قلتش في الفيديو اللي فات الضرايب في المانيا على العربيات 19%. تعال بص بقى، بص دي عامله كام في المانيا. دي بقى الحاجه الكلاس المتوسط، 17,000 يورو في المانيا تقدر انك انت تجيبه بمنتهى السهوله، وتدفع مثلا نقول حوالي قسط شهري فيما يعادل 220 يورو في الشهر، قول 230 بالكتير حاجه كده يعني، بس طبعا لازم تكون دافع مقدم محترم، 3000 4000 يورو يعني، دي الاسعار اللي هو ايه الحاجه المتوسطه. بقول لك ايه، العربيه بقى الاقدم في تاريخ الدنيا كلها واللي احنا في مصر بنموت فيها، السيات الابيزا. بص الابيزا السيات بقى هنا في المانيا، العربيه ديت على فكره طبعا موديل جديد يعني، بس تعال نشوف كده ديت عارضين على كام، اوريكم تفاصيل الورقه كلها مكتوب. دي موديل 2014 ماشيه 90,000 كيلو مستعمله، وبص سعرها عامل كام، وديت عباره عن 86 بي اس، يعني برضو مش وحشه على فكره يعني، سعرها يعتبر رخيص وحلو ومتناول. 7700 ديت على فكره قويه حلوه، موديل 2014 مستعمله ماشيه 90,000، دي تعتبر برضو خد بالك في هنا في المانيا تعتبر 90,000 ديت تعتبر حاجه كويسه، نقطه مش قوي ومش قليل، بس سعرها 7700 وحاجه يورو، ده قليل جدا يعني، تقدر تجيبها وانت قاعد مستريح جدا يعني، 7700 دول ممكن تقسطهم مش عارف اقول لك كام، ممكن مثلا حوالي 100 يورو في الشهر بس حاجه زي كده. بصوا بقى عربيات مختلفه شويه، قلنا ايه نوريها لكم عشان نوريكم ايه الاسعار المختلفه، ما نبقاش ماسكين في حاجه واحده. شايفين الهيونداي دي مثلا، التوكسون اهي، عربية جديدة بقى لسه دلوقتي موجودة برضو معروضة، الراجل عرضها للبيع حلو قوي. تعالوا بصوا اوريكم، بص السعر كام بقى دلوقتي، معلومة بس يا جماعة على فكرة، المرتبات في ألمانيا يعني الأفريج بتاع المرتبات، متوسط المرتبات حوالي 2000 2200 حاجة كده يعني، أنت ممكن تاخد صافي 1800 2100 في الرينج ده، ف 2100 تدفع منهم مرتب يعني، تدفع منهم قصدي قسط شهري العربية 100 يورو، فده شيء سهل مش معقد مش صعب مش مستحيل، فاهم قصدي؟ فأنت ممكن تجيبها بسهولة. مش ديش فراغ اشتيلن Was ist eigentlich das durchschnittliches Gehalt hier in Deutschland, also ungefähr? Durchschnittliches Gehalt laut Statistik 3500 Euro im Monat brutto. Brutto? Ja. Also netto wie viel? Das kommt auf die Steuergleiche sein, aber ungefähr 2000 Euro. 2000 Euro? Ungefähr. Ja, also ungefähr 2000 Euro netto. Ja, genau, 2000 Euro. النت بتاعك هنا كانكم دوت المتوسط الدخل، فلما يكون ده متوسط الدخل وتدفع منهم 100 يورو للعربيه فده حاجه عاديه. Also wenn wir uns nur 100 Euro bezahlen, das ist eigentlich möglich, ne? Ja. Als Rate meine ich. Rate 100 Euro sind günstiger, ja. Möglich, ne? Okay, super. Danke, Hubi. Ja, bitte gern, ciao. بص بقى الاوبل كورسا، يعني كلنا عارفينها في مصر اكيد، بس هي لونها غريب شويه، دي مستعمله بقى لها سنه واحده بس، دي موديل 2020 ماشية كام كيلو ربي، ماشية 13,000 كيلو بس، اللي هو في مصر بالنسبة لنا لقطة، تمام؟ وبص سعرها عامل كام بقى دلوقتي؟ حاجة بقى يا جماعة هتلاحظوها لو جيتوا ألمانيا، دي كل واحد عربي مش مصري بس بياخد باله منها، العربيات كلها هاتش باج من ورا، قليل جدا لما تلاقي عربية بشنطة سيدان. بص المنظر الرصيف ده كله، العربيات كلها ماشي، دي صغيره مفيش مشكله، بس بص كله هاتش باك، مفيش حاجه تانية سيدات خالص بسهوله.
اصل يا جماعه الالمان بيشوفوا ان الهاتش باك دوت حاجه عمليه جدا. كل ما يبقى معاك هاتش باك كل ما الموضوع سهل عليك قوي انك انت تشيل عفشك من ايكيا مثلا او من اي محل بتاع عفش وتجيبه البيت. الموضوع عملي اكتر بالنسبه لهم، والالمان اصلا عمليين جدا جدا جدا. فالهاتش باك ده اصلا بيخليك تعرف تشيل عفشك، تقدر تشيل اي حاجه انت بتشتريها من اي حته، لان الموضوع هنا في المانيا انت ونفسك والعربيه والبيت. يعني عشان تجيب واحد عماله يجي يشيل لك حاجه ويوديها لك لغايه البيت انت هتكلفك فلوس كتير جدا. يعني هو العماله في المانيا غاليه، وعشان كده ناس كتير بتيجي تشتغل في العماله. بس الفكره ان هو مش هيدفع مثلا 150 يورو علشان واحد بس يجي يشيله العفش يوديه البيت. فطبعا هو بايده انه يوفر 150 يورو لو عربيته تكفي للموضوع ده. علشان كده بقى العربيات اللي بتتباع كتير جدا هي العربيات الهاتش باك زي اللي انتم شايفينها هنا دي كلها. ومش العربيات دي بس كمان، لا كمان العربيات بص المعروضه للبيع اكتر هي العربيات الكبيره دي اللي بالحجم ده كله. شايف الشنطه عامله ازاي؟ العربيات دي بالنسبة للألمان كتير قوي مستعملة وكتير قوي عملية. بص العربية دي عاملة ازاي؟ بص العربيات اللي هي الهاتش باج الكبيرة الضخمة الفور باي فور، الحاجات دي كلها بالنسبة لهم عملية جدا، مش علشان شكلها شيك بس علشان شكلها عملي. اقدر اشيل فيها الحاجات بتاعتي، اقدر افرد الكراسي كلها لقدام واحط كل حاجة فيها. احنا في المانيا وهم دول الالمان. تعالوا بقى ننزل شويه تحت كده بالايه بالطبقات بتاعت العربيات البي ام، وتعالى نتكلم عن البي ام اللي انت شايفها دي. بص بقى دي قديمه شويه مش جديده قوي، موديل 2012 اوتوماتيك، تمام، ماشيه بالظبط حوالي 132,000. يعني برضو ها ممكن تتجاب مستعمل. 184 بي اس، ال 120 دي اف 20. بص عامله كام؟ 12,000 يورو. يا جماعه 12,000 يورو ده برضو ارجع اقول لك تاني مقبول، يعتبر رخيص قوي مقارنه ببقيه العربيات. فتخيل انت يكون معاك بي ام بالشكل ده بالمنظر ده، فتحه السقف بالشياكه والاستعمال نظيف. انت بتستعمل في المانيا مش بتستعمل في مصر. الشوارع عندنا هنا نظيفه مستويه شويه، ما بتدمرش العربيات. فانت بص عربية زي ديت ب 12,000 يورو بقت في جيبك. طيب شفنا احنا بقى دي، تعالى بقى نقارنها بدي، تمام؟ دي موديل برضو قديم شوية، تعالى اوريك. دي مانيوال، دي اوتوماتيك، 114 اي اف. بص بقى تعالى اوريك دي يا سيدي، دي كانت موديل 2012، دي موديل 2013 سنة واحدة بس أجدد، 133,000 كيلو برضو ماشية، 102 بي اس. وبص بقى السعر عامل كام؟ 7,800 وحاجة، يعني أقل من اللي قبليها 5,000 يورو. ستيل برضو العربية أجدد وأجمل وجميلة وزي الفل وماشية عسلية مفيهاش أي مشاكل. معاك بي إم ب 7,000 يورو بس. بصوا يا جماعة عشان في ناس كتير قوي هتفتكرني إن أنا بتكلم على إن ال 7,000 وال 8,000 يورو دول حاجة كأنها 2 جنيه، الكلام ده مش صح. بص ال 7,000 يورو دول فعلا في ألمانيا ما يعتبروش كتير مقارنة بالدخل بتاعك. يعني لو انت دخلك مثلا في الشهر 1800 يورو انت كأنك بتكسب مثلا في مصر سي 10,000 جنيه وسعر العربية مثلا عامل 50,000 جنيه. انت فاهم ازاي؟ ده الفرق في التناسب. فانت لما تكون معاك دخل 2000 يورو مثلا ومطلوب منك تدفع في 8,000 بس او 7,000 عربية، ومش اي عربية، عربية بي ام نظيفة قوية حلوة على الطريق، ده انت يعتبر حلو جدا. في عربية بقى انا عارف انكم بتحبوها وبتموتوا فيها، وبنات مصر بالذات بتتشقلب على العربية دي، فلقيتها معروضة للبيع وعايز اوريكم بس المقارنة وسعرها هنا عامل ازاي. يعني ما تتخضش بس تعالى اوريك. الميني كوبر، يعني بنات مصر كلها نفسها في العربية دي ورجالة مصر تقريبا برضه. بص بقى الميني كوبر هنا ديت موديل كامل اللي معروضه للبيع. دي يا سيدي موديل 2017، يعني ما هياش قديمه. سعرها عامل 12,000 يورو بس، برضه هقول لك بس، 136 بي اس. يعني ميني كوبر يا جماعه ب 12,000، ميني كوبر ب 12,000 يورو ده حاجه على فكره مش غاليه خالص ومقبوله، وتقدر انك يعني تقدر انك تدفعها، يعني تقدر تشتغل في المانيا وتدفعها وانت مرتاح. على فكرة حتى لو كان دخلك اللي هو المتوسط تقدر تدفع للميني كوبر ويبقى اسمك سايق ميني كوبر يا ابن اللذينة. بص بقى دي عربيات العواجيز في ألمانيا، دايما العواجيز تلاقيهم سايقين العربيات اللي عاملة كده، مع إن احنا عندنا في مصر الشباب هيموتوا على الكلام ده.
مش كاتبين هم الاسعار عليها تقريبا. العربيات لسه معروضه للبيع، لسه ما حددوش، بس العربيات ديت معروفه كده في المانيا بتاعه العواجيز. So viele alte Menschen fahren so was Autos, ne, hier. Cabrio. Ja? Aber ich weiß nicht warum, also in Ägypten, die Jungen eigentlich fahren so was. Ja, in Deutschland meistens als Zweitauto und dann fahren es die Frauen. Hier die Audi L5, leise oder helfe. Die قديمة شوية من 2009. Manual مش Automatic. بس بص بقى. ماشية كتير شوية، 161,000 كيلو ولا حاجة. بنزين مش ديزل زي ما هنا فيها مشكلة، 241 بي اس، يعني ستيل برضو مش اي كلام. وسعرها بص عامل كم، 8300 وحاجة، يعني كأنها ببلاش بالنسبة للناس في ألمانيا. لما انت يكون مرتبك 2000 يورو، لما انت يكون مرتبك 2000 يورو وتقدر انك تحوش من ال 2000 يورو ده مقدم يا سيدي بس حتى 1000 يورو، هتقسط 7000، هتدفع لك حاجة بسيطة جدا. سعر العربية دي يا جماعة يعتبر رخيص في ألمانيا جدا كمان، وحلو ومناسب، ومناسب لكل الطبقات. فيعني ما تفتكرش ان العربية دي بوم واو، لا دي حاجة مقبولة وتقدر انك تستحملها وتجيبها وبسهولة وانت حط رجل على رجل. بس ده مش علشان انت واو غني عايش في ألمانيا، لا ده انت علشان هي البلد مخلية الموضوع ده بالنسبة لك سهل. ده بقى يا جماعة الفيديو اللي انا وعدتكم بيه. فالفيديو دوت كان مفروض عن العربيات العادية اللي هي المستويات الطبيعية اللي موجود منها في مصر. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك ما تنساش اكتب لي في الكومنتات اللي انت نفسك فيه. لو عايز تعرف اي حاجة اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير الفيديو مع اصحابك عشان يعرفوا الدنيا برا مصر ماشية ازاي.